مرحبا، هذا الفيديو نقدمه اليوم لشرح طريقة إعداد الصورة الخاصة بقرعة أمريكا 2019. بطبيعة الحال هناك مجموعة من المعايير المحددة مثل الطول والعرض، الألوان إلى غير ذلك. على أي أنا إنشأت ملف بي إس دي خاص لإعداد الصورة، ويمكنكم تحميل هذا البي اس دي، هناك رابط في وصف الفيديو لتحميل هذا البي اس دي والعمل عليه. هذا هو الملف الذي سنعمل عليه، ولدي الصورة الشخصية الخاصة بي هنا. طبعا الحال سأقوم بتحديد الجزء الذي أحتاجه، فسأحاول تحديد هنا لأن الكتفين يجب أن يظهر في الصورة. كنترول سي من لوح المفاتيح. طبعا أنا أعمل هنا على برنامج فوتوشوب. بعد نسخ الصورة سنقوم بإضافتها هنا، كنترول في. طبعا الصورة تمت إضافتها هنا لكنها لم تظهر لأنها كبيرة الحجم، فهذا اللاير سأحاول أن أخفض، يعني الأوباسيتي هنا كما تشاهدون سأحاول تخفيضها حتى تظهر الصورة في الأسفل. فعلى أي، أول شيء سأقوم به هو تخفيض الأوباسيتي تقريبا لنقول 50 أو 60، ثم سأحاول تصغير هذه الصورة هنا، كنترول تي لتحديدها بالكامل. كما تشاهدون فالصورة موجودة إلا أنها لم تظهر لأنها كبيرة الحجم. ثم سأنقر هنا في الأعلى وأقوم بتصغيرها بالسحب هذا الشكل، ثم سأضعها في الوسط. طبعا هذا العمل يتطلب شخص يعني يفهم قليلا في الفوتوشوب، فأعتقد أن الصورة الآن أكبر قليلا. يجب أن يظهر الكتفين بهذا الشكل. أو لنقوم بتكبيرها قليلا كما قلت. هذا الدرس يعني الشخص الذي يريد أن يعمل في، يجب أن يكون يعني عارفا بأساسيات فوتوشوب. فهنا سأحاول أن أضع الصورة تكون في الوسط كما تشاهدون. فالخط الأول هنا يجب أن يكون يعني في نفس مستوى العينين، ثم هنا الذقن، وهنا الشعر بطبيعة الحال. فسأقوم بتكبيرها قليلا. أوكي، الآن هذه هي الصورة، قمنا بإعدادها. والخلفية بطبيعة الحال يجب أن تكون باللون الأبيض. بعد ذلك سننقر على فايل ثم سيف أس. فنوع الصورة يكون أن يكون جي بي جي هناك كما تشاهدون، ثم تنقر على الاسم الذي تختاره، تكتب اسم ثم سيف انجستري. هنا يجب أن تنتبهوا لي الحجم هنا 180 كيلو أوكتي، فالحجم يجب أن يكون أقل من 240 كيلو أوكتي. إذا كان الحجم أكبر هنا فيمكنكم تخفيضه هنا بتخفيض الجودة كما تشاهدون، ثم تنقرون على أوكي. فتم تسجيل الصورة. على أي، ف الصورة سنديرها الآن لتشاهدوا أننا احترمنا فيها جميع الخصائص. فهنا لنقوم بفتح الصورة. هذه هي الصورة كما تشاهدون، فالكتفين يظهران، ثم بطبيعة الحال يعني الصورة واضحة. وإذا أظهرنا المعلومات الخاصة بالصورة Property أو Property، سنذهب هنا لديتيلز او ديتاي.
هناك ما تشاهدون 600 على 600. بالنسبة ل resolution فلدينا 300 بيكسل per inch. ثم بالنسبة للألوان لدينا 24 بيت. ثم بطبيعة الحال الصورة من نوع جي بي جي. فهذه هي طريقة إعداد الصور الخاصة بقارة أمريكا. كما قلت بالنسبة لهذا الملف الموجود هنا، فقد وضعت يعني رابط في الوصف للراغبين في تحميله والعمل على هذا الشكل الذي يعني يدرج فيه جميع، لا تحتاج لأي تغيير، فقط تقوم بإضافة الصورة ووضعها في الإطار المناسب ثم حفظها. بالنسبة للألوان resolution والحجم لغير ذلك فلا داعي للقلق على هذه الأمور لأنها معدة أصلا في هذا الملف الخاص ب PSD. هذه طريقة إعداد الصورة، وفي فيديو آخر سنحاول أن نرى طريقة التسجيل في قارة أمريكا. أتمنى يكون هذا الدرس واضح. طبيعة الحال بالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون مبادئ الفوتوشوب فأنتم بحاجة لتعلم المبادئ، خاصة تكبير الصورة وتصغيرها إلى غير ذلك. فأشكركم على المشاهدة وأراكم في الفيديو القادم الذي سنرى فيه طريقة التسجيل.